وأعطى المتوكل رسالته هذه إلى أحد صنائعه وموظفيه يحيى بن هرثمة، يحيى بن هرثمة، ليسلمها إلى الإمام عليه السلام في المدينة المنورة. يسافر من سامراء إلى المدينة ليسلم هذه الرسالة، وأمره باستقدامه إلى سامراء. فاسمعه يقول في روايته للحادثة، اسمعه يقول: فلما صرت إليها، يعني المدينة المنورة، ضج أهلها وعجوا ضجيجا وعجيجا ما سمعت مثله، فجعلت أسكنهم وأحلف لهم إني لم أؤمر فيه بمكروه، زين، وفتشت بيته فلم أجد فيه إلا مصحفا ودعاء وما أشبه ذلك. لاحظ هذا الشوق والاشتياق الذي يدعيه مع أنه منضم إلى قضية تفتيش البيت، عداوة صريحة. فنعرف من ذلك مدى إخلاص أهل المدينة المنورة لإمامهم عليه السلام، وحرصهم الشديد عليه، ومدى تأثيره الحسن فيهم. ولم يكن هذا الضجيج الكبير منهم إلا لمعرفتهم بوضوح سوء نية السلطات تجاه الإمام وابتغائها الدوائر ضده. فكان تأسفهم وتأوهم ناشئا من أمرين حسب فهمنا: الأمر الأول انقطاعهم عن الإمام وفراقهم له إذا تركهم وراح إلى سامراء طبعا، وحرمانهم بالتالي من إرشاداته وألطافه ونشاطه الإسلامي البناء. وهذا ما أراده المتوكل فعلا، وقد حصل بالفعل بسفر الإمام عليه السلام، فإنه لم يعد إلى المدينة المنورة بعد ذلك إطلاقا إلى أن توفي. الثاني مخافتهم، يعني أهل المدينة، مخافتهم على حياته لاحتمال قتله عند وصوله إلى العاصمة العباسية. وهذا هو الذي فهمه يحيى بن هرثمة من الضجيج، وحاول أن لا يفهم غيره، أي معنى آخر، فحلف لهم أنه لم يؤمر فيه بمكروه، أي بقتل. زين، ولم يسن الضجيج هذا الرجل الجلواز عن غرضه السياسي في التجسس، ففتش دار الإمام عليه السلام بالمقدار الذي حلا له، وليس له دين ولا ورع، لأن ذلك يكون من تصرفه بأموال غيره بدون رضاه. إذن فمن الأول هي خطوة واضحة للعداوة، فلم يجد فيه أي وثيقة تدل على التمرد أو الخروج على النظام العباسي، وبذلك يقول المتوكل قد فقد أي مستمسك يؤيد ما سمعه عنه أو خاف منه. واستطاع الإمام عليه السلام أن يحافظ على الكتمان وعلى السلبية الظاهرية، وخرج الإمام الهادي عليه السلام مصاحبا لولده الإمام العسكري عليه السلام، وهو صبي طبعا، وعائلته أيضا طبعا معه، مع ابن هرثمة، متوجها إلى سامراء. وحاول ابن هرثمة في الطريق إكرام الإمام وإحسان عشرته، وكان يرى منه الكرامات والحجج التي تدل على توليه طرف الحق، وهذا فيه روايات لكن أنا اختصارا حضرتها، وتوضح لهذا الرجل الجلواز جريمته في إزعاج الإمام وزعزعته والتجسس عليه، وجريمة من أمره بذلك أيضا.